كيكات الشوفان هي كتير روعة ومميزة. يلا روح الوصفة. 1 كوب جزر مبشور 200 جرام، نص كوب من الشوفان 50 جرام، حليب جوز الهند أو اللوز أو الحليب العادي حسب نظامكم الغذائي 1 كوب 240 جرام، قرفة معلقة صغيرة، رشة ملح لتحقيق التوازن وتعزيز النكهات، ربع معلقة صغيرة زنجبيل بودرة، بيكنج باودر نصف معلقة صغيرة، قليل من الفانيلا. نوع التحلية اختياري حسب نظامكم الغذائي، ممكن عسل أو سكر أو بديل السكر أو دبس التمر. أنا حوضع معلقتين من العسل، ممكن استخدام أي قالب متوفر. وضع التمر والمكسرات ممكن جوز أو اللوز حسب ذوقكم. تشغيل الفرن مسبقا من الأعلى والأسفل على 200 درجة مئوية. يمكن استخدام أي فرن متاح، يجب مراقبتها. الشيء المهم هو حتى يتغير لونها. نضعها على الرف الأوسط لمدة 30 دقيقة، نتركها تبرد. عندي 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.